نحمد الله ونشكره على كل حال. الحمد لله الحمد لله، هذا فخر إلنا واعتزاز إلنا، وإن شاء الله إنها علامة نصر وتحقيق لتحرير البلاد من دنس الغاصبين. إن شاء الله إن شاء الله إنه هذه بداية فتح للمسجد الأقصى إن شاء الله، وكلنا ربنا ينعم علينا نصلي في المسجد الأقصى بحريتنا، وكلنا والشهيد شهيد الأمة كلها، مش شهيدنا إحنا لحالنا، شهيد الوطن والواجب، شهيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قاصد رفع الراية الحمد لله رب العالمين من لحظة خروجه، ناوي والنية موجودة عنده بالثبات والإخلاص والصدق مع الله إنه يرفع راية لا إله إلا الله مكبر على مآذن القدس الشريف إن شاء رب العالمين. والحمد لله حقق الهدف، الحمد لله نال ما تمنى، ان شاء الله.